واضح ان احنا كل ما بنقول كورونا خلاص يعني الحمد لله ربنا عدها على خير، الحمد لله احنا في استقرار، الحمد لله قصة كورونا خلصت بقت عاملة زي البرد، كل شوية يطلع لنا متحور جديد من بعد الأوميكرون، معرفش طلع المتحور الأخير ده. دلوقتي بنتكلم عن حاجة جديدة اسمها بيرولا. ايه البيرولا دي بقى؟ ده متحور لفيروس كورونا تم اكتشاف الحالة الأولى له في أستراليا، بيقولك انه شديد التحور. الاسم العلمي له هو BA286، معروف بقى بالشكل العامي في أستراليا باسم بيرولا. وزارة الصحة بتقول انه بيرولا ده هو تطور من البديل الفرعي أوميكرون BA2، واللي كان منتشر عن نطاق واسع. فاكرين حضراتكم لما كنا في أوائل 2022 حالة من حالات الرعب بسبب الأوميكرون وقدرته الشديدة على الانتشار والتحور، وأنه يعني يوصل لأماكن كتير في العالم بشكل سريع جدا. كل شوية بتظهر نسخ متحورة جديدة، وده الأصل في الفيروسات احنا فاهمين، لكن هل المتحور الجديد البيرولا دوت هل هو اتغير تفاصيله عن الأوميكرون؟ هل اكتسب صفات وخصائص مختلفة تخليه أكثر خطورة أو تقلق إلى حد ما من أعراضه مثلا، طريقة انتشاره، من التداعيات الخاصة به، خصوصا وإحنا دايما بنقول أنه كبار السن بنقلق عليهم جدا، أصحاب الأمراض المزمنة بنقلق عليهم جدا، الناس اللي لم تتلقى التطعيم أو ما وظبطش على البوسترز أو الجرعة اللي هي الإضافية والمعززات يعني فيما بعد بنقلق عليهم جدا. أضف إلى كل ده وده أن إحنا داخلين أصلا على موسم عيا، شتاء طبيعي، انتشار طبيعي للانفلونزا، انتشار طبيعي للبرد. فوق كل ده وده كمان احنا موسم مدارس، يعني البرد بيمشي كده جوه الفصول، من الفصول للبيوت للاهالي، فعشان كده بنقلق وعشان كده بنتوقف عند اي خبر يخص موضوع الكورونا. تفاصيل ده ايه بقى هنعرفها من الدكتور اسلام عنان، استاذ علم انتشار الاوبئه. مساء الخير دكتور، واهلا وسهلا بيك. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي وشكرا على المقدمه الوافيه دي. لا طبعا هي مش وافيه قوي لانه بانتظار التفاصيل من حضرتك، لكن ده بشكل عام ما يتم تداوله في الاخبار والتقارير، لكن اكيد بقى عند حضرتك تفاصيل اكتر. يعني زي ما تفضلتي، يعني شكرا على تمهيد الموضوع. هو فعلا بيرولا يعني علم الـ BA286 حاليا ابتدى ينتشر. هل المفروض نقلق ولا لا؟ حتى الان احنا مع اجابه وافيه، وده نتيجه ان برضو التقارير اللي حاليا موجوده قليله، خصوصا احنا يعني صحيح قرب انتهاء الموجه اللي موجوده حاليا خصوصا في الشرق الاوسط، ولكن احنا حاليا الموجه في امريكا وفي اوروبا زادت تاني الاصابات. نتكلم ان تقريبا دخول المستشفيات على مستوى العالم زاد بنسبه 50%، اكتره جاي ما بين امريكا واوروبا، اوروبا اكتر من 30% زياده في الناس. بدا طبعا هو ترتيبه كبيرولا لسه موجود في اقل من 10 دول حتى الان، بس دايما احنا بنقول دول الدول اللي بلغت، بس برضو يعني احنا بنتكلم في 20% تقريبا من الدول على مستوى العالم. منظمه الصحه قالت ان هي حاليا بتتتبع الفاريانت او المتغيرات والمتحورات وبتبلغها لمنظمه الصحه العالميه. هو ترتيبه لسه مش عالي، طبعا عندنا اعلى ترتيب على مستوى العالم هو الاكس بي بي حتى الان، موجود في 124 دوله. طبعا الاي جي 5 اللي احنا اتكلمنا عليه كتير بعد كده ده موجود تقريبا في 60 دوله. لكن التخوف من البيرولا ايه؟ التخوف ان هو ما بيظهرش في البي سي ار، هو خفي شويه، خفي ما بيظهرش في البي سي ار، يعني بصعوبه بيظهر، فبالتالي ان انا اعرف اتاكد ان اللي موجود ده الـ BA286 ده اصاب. طب معلش دكتور اسلام اتاكد منك في النقطه دي، يعني النهارده اللي بيعمل بي سي ار ممكن او عنده كل الاعراض يعمل بي سي ار، ممكن ما يطلعش بوزيتيف او ما يطلعش عنده، لكن هو يبقى عنده البيرولا ده؟ هو على فكره دي كانت موجوده برضو من زمان، احنا دايما في البي سي ار في حاجه عندنا اسمها فولس نيجاتيف، يعني تطلع الحاله نيجاتيف وهي اصلا بوزيتيف، لكن صعب تبقى بوزيتيف وهو ما عندوش. دي صعبه، في طبعا نسب فولس بوزيتيف، ولكن النسب فولس بوزيتيف دي قليله جدا، بس هو مع كل متغير بيحصل نسب الفولس نيجاتيف دي عماله تزيد، فده التخوف. يعني مثلا رابيد تيست ما بقاش دقيق زي البي سي ار، البي سي ار هو الاحسن دلوقتي. فده اول تخوف، ان هو صعوبه في الكشف وصعوبه في التقصي بتاعه. طب
طب ده في حاجة. البيرولا بس ولا بشكل عام في الكورونا؟ هو بشكل عام يعني مثلا اكس بي بي كان برضو يعني ما بيظهرش في البي سي ار زي الاوميكرون الاول مثلا. اي جي 5 النسبه بتاعت الفولس نيجاتيف زادت، بيرولا او البي اي 2 6 بقت اكتر برضو. فاحنا كل شويه في صدد ان البي سي ار حتى كتكنولوجي بتتغير عشان تعرف تلقط التريسز بتاعت الفيروس احسن، ولكن خلينا نقول يعني دي اول تخوف موجود انه ما بيظهرش، ان هو ما بيظهرش. الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الثانيه هو الهروب المناعي من اللقاحات. يعني احنا طبعا عارفين مشكله اللقاحات حاليا ان اللقاحات كانت مصممه لاول نسخه من اوميكرون، فبالتالي من بعد ما طلع اكس بي بي واي جي 5 بدنا نقول ان في هروب مناعي، ان الفاكسين نفسه مش ديزاين مش ديزايند عليه، مش معمول اصلا الفاكسين على الخصائص دي في الفيروس، فقلت نسبه الحمايه. طبعا احنا عارفين الفاكسين بيحمي من ثلاث حاجات، بيحمي اول حاجه من ان يحصل اصابه اصلا، بيحمي من دخول المستشفى، وبيحمي من الوفاه. الاولانيه دي قلت ب 50% خلاص، يعني يحمي من تظهر اصابه دي قلت تقريبا 50%، وكل شهر بتقل في حدود 2%. فالناس اللي واخده الفاكسين فرصه ان يحصل له اعراض خفيفه بقت موجوده بنسبه عاليه. طب هل كده الناس تاخد الفاكسين ولا ما تاخدش برضه؟ ده سؤال. دي بقى انه من دخول المستشفى او النسبه من الحمايه من الوفيات عاليه الحمد لله. اللي هي الحاجه الثانيه والثالثه اللي بيعملها الفاكسين. فلسه عاليه صحيح، قلت شويه، بنتكلم في الثمانينات واول التسعينات، ولكن دي نسبه معقوله، خصوصا زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه، دي نقطه كويسه جدا، كبار السن، كبار السن اصحاب الامراض المزمنه والكوادر الطبيه هم دول اللي مهم جدا ان هم يبقوا واخدين الفاكسين، حتى لو قلت شويه في فكره الاصابه مش اشكال، تيجي الاصابه خفيفه بس احسن ما تزيد، خصوصا ان نسبه دخول المستشفيات زي ما قلنا في الاول زادت، وغالبا معظم النسبه اللي زادت عند دخول المستشفيات هي كبار السن اللي فات على البوستر دوز بتاعهم اكثر من 12 شهر. احنا بقالنا كتير من ساعه اخر بوستر دوز، والاف دي اي لسه ما اداش ابروفل على البوستر دوز الديزاين الجديده، غالبا هتنزل لسه في اكتوبر. فده التخوف اللي موجود حاليا، وده اللي خلى منظمه الصحه بتدعو معظم الدول لو سمحتم حاولوا تتقصوا وجود يبلغ، لان ده مهم ان احنا نحصر الحالات موجوده فين. احنا كنا بنشوف دايما بنقول الحاله موجوده في استراليا، وموجود في حاله في امريكا، وموجوده في اليابان، غالبا موجوده في ثلاث قارات، هي منتشره في العالم كله. ففكره ان هم بس عندهم ريبورت من سبع دول، ده معناه ان الناس مش بتريبورت الحالات اللي موجوده، او ان هم مش عارفين يتحروا الحالات عشان الهروب اللي بيحصل من البي سي ار، وده التخوف الاول. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ علم انتشار الاوبئه.